وصلنا إلى فقرتنا الأولى لليوم ومع ضيوفنا، حيث أطلقت الجمعية الفلكية السورية مشروع الفلك الصغير بهدف النشاط لتشجيع الأطفال على الاهتمام بعلوم الفلك وتعلمها وتنمية مهارات في البحث. أكيد ليا يعني معلومات كثيرة فينا نحصل عليها ومتعلقة تحديدا بالمجموعة الشمسية، الفلك والكواكب، بأساليب تفاعلية وأيضا حماسية. هذا المشروع أهميته ونشاطاته رح نتعرف عليه أكثر، وتكون معنا السيدة تركية جبور عضو مجلس إدارة في الجمعية الفلكية السورية، وأيضا بسرنا نرحب بالطفلة زهراء الأحمد. أهلا وسهلا فيكم، سعد صباح. أهلا وسهلا، سعد صباحك. صباح الخير تركية، سعد صباحك. صباح الخير زهراء عن جديد. بالبداية خلينا نتعرف، شو هو مشروع الفلك الصغير؟ هلأ مشروع الفلك الصغير موجود من أول ما تأسست الجمعية. الجمعية الفلكية السورية تأسست ب 31/8/2005. كل جمعية أو كل منشأة بتطلع في إلى أهداف بيكون. فجمعية الفلكية السورية من أول ما تأسست حط العديد من الأهداف، من أهم أهدافها كانت نشر الثقافة الفلكية بين مختلف الفئات المجتمعية، ومن أهم هاي الفئات المجتمعية طبعا شريحة الأطفال، والتركيز على دور المرأة كان. فنحن اشتغلنا مع شريحة الأطفال لفترة كتير من بداية تأسيس الجمعية. كنا نزور المدارس، عنا القبة الفلكية كنا ناخدها ونزور المدارس، نتفق مع النوادي الصيفية، نتفق مع المعاهد، نعمل العديد من النشاطات الفلكية للعديد من الأطفال. بعد فترة من ما طورت الجمعية، كبرت الجمعية، وصلنا لمرحلة أنه إحنا لازم نطور نشاطنا. لكن السنة الماضية بال 2020 يعني الظروف اللي شهدتها البلد والحظر والكورونا وهدول القصص، فكرنا بانطلاقة جديدة لمشروع الفلك الصغير. يعني نحن السنة الماضية سنة كاملة تقريبا ما قدرنا نعمل نشاطات على أرض الواقع، حاولنا من خلال النشاطات اللي نعملها أونلاين نشتغل على التعليم عن بعد، نعلم الأطفال أونلاين من خلال جروبات واتساب. يعني نحن نشاطات الجمعية كانت متوقفة للأسف، حاولنا بهديك الفترة أنه نحن نتواصل مع الطفل. حلو كتير. يعني رح ننتقل لك زهراء لتحكي لنا عن هالتجربة. يعني حكيت لنا الأنسة التركية هلأ تفاصيل، ولكن حابين نعرف منك أكثر. تجربتي كتير كتير كانت رائعة. يعني أنا كتير وقتها انبسطت. أول ما كان بفترة الحجر الصحي حسيت حالي أنه أنا أخذت معلومات جديدة، وقت عملوا جروب على الواتس أب، وبعدين عملوا لنا ورشات عمل، وكل ورشة كانت تحكي عن شيء، فأنا كثير استفدت بهدول الورشات. نعم زهرة، شو يعني ورشات العمل ويمكن المعلومات اللي قدموا لكم إياها، خلينا نتعرف عليها، عرفي المشاهدين وكل الشباب والصبايا اللي بعمرك اللي حابب ينضم للجمعية، شو هي أبرز الشيء اللي قدموا لكم إياه؟ كيف انجذبتي للموضوع لأنك أنت تفوتي معهم بالجمعية الفلكية؟ تكوني بهذا المشروع الفلكي الصغير. كانوا يحكوا لنا عن الكواكب وعن رواد الفضاء، فأنا كنت بفكرة حياة رواد الفضاء كتير سهلة، بس بعد ما حكوا لنا هدول المعلومات أنا حسيت أنه هي بدها قلب قوي، وبدها شخص يعني يكون أنه عنده تفكير أنه إصرار. أول شيء شو علموكي لحتى حبيتي القصة؟ علمونا أنه كيف أنا بدي يعني كيف أنا بدي يكون شخص مسؤول، يعني كيف أنا بدي أكون مسؤولة إذا صار معي شيء. فأنا وقتها حبيت أنه هن عم بيعلموني كيف أنا أكون واثقة بنفسي، يعني أنه أنا واثقة بنفسي أنا إذا رح أعمل هذا الشيء معناته أنا عم بتقدم خطوة. حلو كتير. يعني من هالكلام ليا الجميل بتعطي دافع وطموح. مشاريع عم تخبرنا عنها زهراء، مشاريع يعني حلوة خاصة بالفلكي الصغير، خبرينا عنها شوي. قالت زهراء جروب الواتساب نحن انطلقنا فيه كان في هدف انه نحن نستخدم الموبايل مع الطفل. يعني اوقات كثير من الامهات بيضوجوا من الاولاد بتعطيه الموبايل يلعب فيه، فنحن لا، من خلال هذا الموبايل نوصل للاطفال معلومه ضابطه، معلومه صحيحه، ونوصل لهم معلومات جديده. يعني هي مع هذا العلم، علم الفلك قائم على العديد من العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني بحاجه العديد من العلوم لحتى تبني. فنحن بلشنا مع الاطفال خطوه خطوه من خلال هاي الجروبات. طبعا
علمنا الطفل طريقة البحث، يعني قسمنا الجروبات عندنا من 6 ل 15 سنة، كل جروب في فئة عمرية، في مشرفين خاصين فيه، هدول الأطفال بلشوا يشتغلوا خطوة خطوة، يعني احنا بلشنا المجموعة الشمسية بطريقة مبسطة، حياة رواد فضاء بطريقة مبسطة، يعني تخيلي أنت هلا طفل بيطلع بيوقف بيشرح لك عن السماء أو بيصور السماء بيقول لك أنا صورت مثلا قلب العقرب، أنا صورت كوكبة الدب الأكبر، أنا صرت أعرف أن يدل على نجم القطب الشمالي، يعني تحاولنا نحن من خلال مثلا هلا الفئة العمرية الصغيرة ما فيك تتعاملي معها كتابة، كنا نتعامل بالرسائل الصوتية، مثلا نبعث لهم رسومات بدهم يرسموها يعيدوا رسمها ويصوروها ويبعثوا لنا إياها، حاولنا نعمل لهم مثلا مثل معرض للصور اللي هن أنتجوها، بس لما خفت الأوضاع وصارت يعني فينا نروح ونجي وصار الوضع البلد مقبول، حاولنا نعمل النشاطات على أرض الواقع، حاولنا يكون في عنا تلامس مع الأطفال، يعني نحن ما نضل نشاطاتنا عن بعد أونلاين، نضل عبر الواتساب، حاولنا نشتغل إنه نعمل ورشات فلكية، نعمل ليالي رصد فلكي للأطفال، هي خاصة كانت بالأطفال موجودين معنا بجروبات نعم. الفلكي الصغير. تمام، تركيا يعني بلشنا خطوة بخطوة وانتشرنا تقريبا بين جروب كتير كبير تمام. من الشباب والصبايا الأطفال الفلكي الصغير. خلينا نحكي عن الأنشطة يلي جذبت الأطفال لإلكم، خلينا نحكي عن يمكن النشاطات اللي هي خارج المدارس، هي ضمن الجمعية الفلكية السورية، كيف كمان التوضيح مثل ما عم نشوف بالصور للكواكب، حركة الكواكب، يعني أيضا شيء عملي عم يكون على أرض الواقع. تمام، هلأ الشيء العملي نحن حاولنا مثل ما خبرتك نربط الشيء النظري اللي علمناه بالجروبات بالشيء العملي، نشتغل فيه من خلال الورشات اللي هي قائمة على أرض الواقع، نساعد الأطفال لحتى يتعلموا أكثر. لكن مشروع الفلكي الصغير كشيء أونلاين بلش بدمشق، بعدين توسعنا بعدد المحافظات اللي فيها فروع لجمعية الفلكية السورية، يعني رحنا على حمص، على حلب، طرطوس، اللاذقية، حما، مصياف، نبك، يعني صار في عندنا مجموعة كتير كبيرة عم تشتغل على أرض الواقع. أخذتوا جماعة الشام إلى حمص مثلا ولا لا؟ لساتنا ضمن المحافظات. الجمعية الفلكية في إلى فروع بالمحافظات 100%، ولكن تم زيارة المحافظات. هلا نحن دائما بنزور المحافظات، بس هن عندهم ما شاء الله، يعني انت كل حدا لما بيحب علم بيشتغل نعم. فيه بيبدع فيه، في كادر صار مدرب، كادر مبدع بكل محافظة من هدول المحافظات، لولا وجود هاي الكوادر أساسا نحن ما قدرنا نعمل فروع للجمعية بعدد من المحافظات. أكيد بدنا نوجه تحية لجميع الكوادر اللي عم تشتغل، اللي عم تحاول تسهم في تطوير هيدا المشاريع، ما في مشروع بيبدأ غير ما بيتطور ولكن بجهود الأشخاص يلي أكيد حابين يكونوا بهيدا الفكرة. رح نرجع لك زهرة، وأنت كنتي عم تحكي بحماس، يعني أنت بتحبي هذا الشيء وهذا الموضوع، احكي لنا يعني كيف بلشتي، كيف دخلتي على الجمعية، كيف هيك خبرتي أهلك أنه أنا بدي أكون بهذا المجال؟ مو كل الأطفال يعني بتتجه تشوف بالرسم بقصص تانية، ولكن شو اللي خلاك تحبي هذا الشيء؟ هلا من انا صغيره كنت اطلع على السماء وحس انه في يعني في سر بالسماء، يعني في شيء انا ما بعرفه، فانا وقتها رحت زياره على المرصد وحسيت انه هون يعني بهذا المرصد انا هلا صرت، يعني هلا انا صرت شخص عنده معلومه، يعني اول معلومه حكوا لنا اياها انا كنت متفاجئه انه هي لسه اول معلومه، فانا كثير كنت متفاجئه، كنت انا مفكره هيك المعلومات انه يعني ما كنت حس حالي انه انا رح انه انبسط بالمرصد او هيك، او مثلا رح اعرف هدول المعلومات. فاول ما رحت انه انا تفاجأت انه يعني معقوله انه انا هلا صرت انه بنت انه عندها معلومات وبتفيد رفقاتها او هيك. ايش لا قد ايه صار لك؟ شيء من تقريبا سن من 2019 لك فتره منيحه. طيب اي حدا جاي ينتسب جديد للمشروع الفلكي الصغير قديش بتعطي من خبرتك، قديش يمكن الصعوبات اللي مرقتي فيها والتساؤلات اللي مرقتي فيها، يمكن قد ايه انت بتسهلي لهم هذا الموضوع، لك اثر على رفقاتك الجداد ولا لا؟ بلا. كيف؟ احكي لي. كانوا مثلا هلا فتره الحج الصحي وقت كانوا يعملوا لنا جروب، كنا نسال الاساتذه، والاساتذه كانوا يعطونا كيف نحن بدنا نبحث، يعني فانا كنت اعلم رفقاتي انه هن كيف بدهم يبحثوا، فهن يعرفوني انه انا بهتم بالفلك وهيك، فكانوا يسالوني يقولوا لي انه كيف نحن بدنا نبحث، فانا بدال انه ما يكونوا هن انه بيمضوا وقتهم على الموبايل، فانا كنت اقول لهم انه انتم فينكم تبحثوا عن معلومات وتلاقوا انه اجوبه لاسئلتكم يلي ببالكم.
طيب وهي الاجوبه بركي كانت غلط، انت ما لك مرجع من الاساتذه لحتى تتاكدي اذا صح ولا غلط؟ نحن بعد تماما يعني هي النقطه نحن تركيا حكينا فيها بحلقات سابقه انه مو كل شيء على النت بيكون هو موثق 100% وموثوق هذا الحكي 100%، يعني الاطفال وقت بيعملوا عمليه بحث لازم انتم تكونوا عم تعرفوا انه هن عم يعملوا عمليه بحث لحتى تاكدوا لهم معلوماتهم. قلنا معهم اهم شيء، اهم انجاز انا بعتبره كان يعطيهم العافيه الشباب بجروبات الاونلاين، كان تعليم الطفل طريقه البحث الصحيحه، يعني نحن مو كل معلومه موجوده بالانترنت ممكن ناخذها، انا بشوف العديد من المواقع اعطيناهم عده مواقع علميه نحن فينا نراجعها، والبعض من الاطفال صار يكتب مقالات باللغه الانجليزيه، يعني انت بتتفاجئي لما طفل يعني في طفله بعثت لنا مقال بالروسي، انه نحن صار في اقبال من الاطفال حابين الفكره، حابين يطوروها، حابين يشتغلوا فيها بالطريقه اللي هن بحبوها. يمكن عملية تشجيع بيقوموا فيها بين بعضهم الأطفال، بيشجعوا بعض على صار في تحفيز، يعني زهراء انتسبت، زهراء اجت، قديش هيك خليتي عالم يجوا معك؟ جيرانك ورفقاتك؟ حلو كثير، يعني من هون نحن بنقول بننطلق من الطفل يلي هو فينا نعول عليه فيه يكون هو المادة الخام ليكون مشروع عبقري ممكن أكيد. نقول أكيد. كلمة أخيرة منك تركية وأيضا نأخذ من زهرة. نحن بجمعية الفلكية السورية دائما بنسعى لنطور أعمالنا، لنطور الشيء اللي نحن بنحبه، يكون لسوريا مكان بالفضاء مثل ما مكانه كثير كبير على الأرض، نحن عم نحاول نزرع بالأطفال حب العلم لأنه هذا العلم هو اللي رح يبني البلد. الحمد لله نحن جمعية الفلكية السورية بعد 10 سنين من الحرب قدرنا نثبت وجودنا، يعني وصلنا للاتحاد الدولي للفلك، انتسبنا للاتحاد الدولي للفلك، كان في عنا بصمة واضحة خلال 10 سنين حرب. كثير من الجمعيات وكثير من المراكز الفلكية بالعالم العربي ما اشتغلت النشاط وما اشتغلت الشغل اللي نحن اشتغلناه خلال الفترة الماضية. نعم، وبالختام خلينا نروح لعندك زهراء ونقول يمكن يوم عن يوم عم يزيدوا النشاطات وعم يزيد ايضا عددكم انتم بمشروع الفلكي الصغير، شو حابة توجهي كلمة لكل حدا عم يتابعك حابب ينضم لكم؟ بتمنى كل الاولاد يلي مثلي او يلي اصغر مني بتمنى كلياتهم ينتسبوا للجمعيه الفلكيه، يعني انا كثير اخذت وقت معلومات، في مثلا اشخاص ما عندهم معلومات او ما عندهم شيء انه بيعرفوا كمعلومه عن الفضاء، فانا وقت رحت على الفلكي الصغير حسيت حالي انه يعني اخذت معلومه، فاذا انا حكيتها لرفقاتي للمعلومه فرفقاتي حبوها، فانا صرت شجعهم انه انتم لازم انه تروحوا على الفلكي الصغير وهيك وتاخذوا معلومات. إيه وحبيت انه يعني الاهل انه ما يعطوا موبايلهم للاولاد هيك كتسلايه، لا يعطوه مثل ما الجمعيه قالت لنا انه وقت عملنا الجروب على الواتساب كانوا يسالونا اسئله وكمان نحن كنا نجاوبهم وبالنهايه كنا نتشاور ونلاقي الجواب. هاي الاسئله لساتها ببالك؟ ايه يعني اي سؤال لساتك حافظتي؟ عم نتشاور فيه ونجاوب سوا. برافو. فانا بتمنى كل الاولاد هيك يصيروا مثلي وكل الاهل ما يعطوا موبايلهم للاولاد مشان تسلايه، بالعكس يعطوه اياه مشان ياخذوا معلومات. وهون من مشاريع الجمعيه انه هي تحفيز الاطفال على استخدام الموبايل او الانترنت بطريقه ايجابيه مثلى. شكرا كثير لوجودكم معنا، كل التوفيق بجميع مشاريعكم وايضا ان شاء الله بتكونوا مشاريع تفتخر فيها سوريا، واهلا وسهلا. شكرا لكم تركيا، شكرا لك زهراء.